سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حنشارك معكم حلوى جوز الهند اللي راهي عامله ضجه في المواقع التواصل الاجتماعي. راح نشاركها معكم بطريقه بسيطه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. اكيد راح تعجبكم لان الذوق تاعها بزاف بنين كما راكم تشوفوا. واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم لفيديو والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الوصفه مع صحابكم وحبابكم لتعم الفائده. نجوزو على بركه الله الى المقادير وطريقه التحضير. ودوك راح نبدا في تحضير لاباط سابلي. كما راكم تشوفوا عندي 125 غرام تاع الماغارين تكون طريه، وحبه صفار بيض، وعندي زوج مغارف كبار تاع سكر غلاس. نخلط هنايا مليح، واللي يحب يدير بيضه كامله يقدر يدير الا حب تكون لاباط تاعو تكون متماسكه مليح. وهنا راح ندير لافاني، وراح نضيف زوج مغارف كبار تاع الزيت ونخلط مليح حتى اللي تدخل هذيك الزيت مليح مع المواد الاخرى، والقرصه تاع الملح ما نساوهاش، وثلاث مغارف كبار تاع الكاكاو. وراح نلم بالفرينه حتى اللي نتحصل على عجينه تكون متماسكه. هنايا ضفت شويه تاع خميره الحلوى، يعني غير شويه برك على راس المغرفه. وكما راكم تلاحظوا العجينه تاعي هنا تلمت، وراح نديرها هنا في الكيس بلاستيكي ونحلها. راح نحلها هنا على سمك ما يكون خشين، ما تكون رقيقه، يعني ما تكونش خشينه ولا رقيقه. وراح نقطعها بهذا المول هنايا نتوما والمول اللي كنت واجد عندكم. كيما هكذا، وندخلها للفرن يكون مسخن من قبل على 170 درجه. فوالا كيما راكم تشوفوا السمك تاعها هنا، برك ما نغفلوش عليه. نبداو هنايا راح نديروا الشوكولا تاعنا في المول. كيما راكم تشوفوا راح نستعمل انا هذا المول تاع دومي سفير، يعني راه كيما راكم تشوفوا يجي شويه بروفون. راه عندي مول واحد اخر كيما راكم تشوفوا هذا، ما راحش بروفون كيما هذاك، يعني هنا الفرق راه واضح. انا راح نخدم غير بهذا، ما راحش نخدم بالاخر تاع الحلوه تاع الجوز، جوز الهند، باسكو راه غالي شويه في الاسواق ومشي متواجد بزاف. يعني راح نلقاوه ما بين 75 حتى 100 الف، وحنا راح نبسطوا الطريقه يعني، وراح نخدموها غير بهذا المول اللي متواجد في كل بيت على ما اظن. وكما راكم تشوفوا هنايا عندي شوكولا بالحليب ذوبتها، وراني ندهن فيها هنا بهذا البانسو صغير. كما نقدروا نديروا شويه هكذا بالمغرفه راح تجينا سهله اكثر. نبقاو نطلعوا فيها بهذه الطريقة، وهنا من الأحسن تكون الشوكولا تاعنا تكون دافية ما تكونش سخونة، سينو إلا كانت سخونة بزاف راح نطلعو فيها وهي تعاود تهبط. كيما هكذا راح نكمل أنا ندير لها 3 كوش، يعني راح ندير لها الكوش الأولى ونديرها في الثلاجة تحكم روحها، ونعاود لها لا دوزيام و تخوازيام. يعني هنا راح نديرو طبقة تكون شوية خشينة باش ما تكسرلناش في الخف. دوك نجوزو هنايا للحشو. كيما راكم تشوفو عندي هنايا لانواط كوكو، عندي 2 كيلو تاع نواط كوكو، واذا كان خشين البنات هنا من الافضل نعاودو نحيوه. وعندي هنايا النسلي، هذا النسلي راني درتو هنا في الدار يعني ما شريتوش، وصدقوني راح يعطينا نتيجه هايله ويجيب بنين بزاف. وكيما راكم تشوفو دوك راه خفيف شويه، بصح كي يزيد يقعد راح يثقل. وعندي ليكستري تاع لانواط كوكو وشويه تاع لافيتين. راح نضيف هنايا كميه صغيره، راح نشارك باذن الله معكم الوصفه تاع النسلي.
وراح تغنيكم يعني من تاع اللي تشروه في المحلات، تقوني راح يجيكم بزاف هائل. وراح نزيد هنايا شويه تاع نبات كوكو، تاع عفوا تاع ليكستري، مام هاد ليكستري هايل اللي يعطينا بنه بزاف هايله كيما هكذا. ونعجنها، نبقى نعجن فيها حتى لين تحصلوا على عجينه تكون متماسكه يعني. راح نضيف شويه، يعني نتحصلوا على عجينه نقدروا نكوروها فاسيما في يدينا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. وهنا يا البنات، بعد ما نشفت لي الشوكولا شدت روحها مليح، راح ندي شويه تاع الحشو اللي كنا حضرناه مع بعض هكذا، راح نبسطه شويه في يدي. كما راكم تلاحظوا نديروا لداخل في الشوكولا. هنايا ما نحيتش الحبه، خليتها لداخل في المول هكذا. نسيو كيفاش نسقمولها كامل السطح تاعها باش يجي متساوي. كيما نقدروا نحو الشوكولا، نحوها من المول، راح تنحى معنا بكل سهوله. هنايا عندي موس، الموس هذا يكون مسنن، وراح ندير لها هكا خطوط شغل نخبشها. هنايا برك نحاولوا كيفاش منزيروش على الشوكولا، سينو راح تتكسر وتذوب في يدنا بفعل الحرارة. بهذه الطريقة فراح تمد لنا شكل شباب. وراح ندير لها بنفس الطريقة يعني الحشو تاع المات كوكو، دايما نسقمو في يدي هكا نحلو ونديرو غير بالعقل داخل باش ما تتكسرش. دايما نسيو كيفاش نسقمو لها الاطراف تاعها. راح نضيف لها شويه برك في لو فون تاعها. فوالا كيما هكذا البنات. دوك حنا عندي شويه تاع المات كوكو هنا في البول، راح نغطسها لداخل شغل غير الوجه تاعها، وراح ندير لها لداخل شويه تاع الفيتين هنايا يعني كاضافه برك. كيما نقدروا نديروا لها اي مكسرات حبينا هنايا باش كي نروحوا نقسموا الحبه ما نلقاوش غير الناس ليه داخل، وهذا شيء اختياري. هنا نغطوا الحبه كامل، لازم تكون بيضه من الفوق. وراح نجيب الحبه تاع الصابلي ندير لها شويه تاع الشوكولا تكون ذايبه باش نلصقها من الفوق. كيما هكذا هنا راح نديرها شويه مايله كيما هكذا، وهذا هو الشكل تاعها. واللي حاب يخليها لك شغل تبان شويه سايله راح يزيد لها شويه تاع النسلي كيما راكو تشوفوا هنايا، راح تبان سايله. فوالا
وهذا الشكل النهائي تاع الحلوى تاع نهار اليوم. كيما راكم تشوفوا الشكل تاعها يجي شباب، والذوق تاعها بزاف بنين، خاصة لعشاق المات كوكو والشوكولا اكيد راح يعجبكم. راح نقسم معاكم هنا حبة باش نشوفوها الداخل كيفاش جات. كيما راكم تشوفوا تجي طرية، والحبة صغيرة ماهيش كبيرة، يعني الواحد يقدر يكملها باسكو راهي حلوة. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم بنات ما تنساو ليش جام لا فيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. مع السلامة.